لبيك الله. باش تطمن على العزيز عليك، ليبرتا فوياج توفر لك افضل الخدمات على الاطلاق في تونس. خطوط جويه مريحه، طاقم طبي، مشرفين ثقات لأداء مناسك الحج والعمرة على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سكن راقي مميز بالقرب من الحرمين الشريفين. ليبرتا، خدمات مميزة وعروض متنوعة، عمرة رفاهة توفر لك إقامة 7 ليالي بنزل موفنبيك أنوار المدينة، ونزل إلى في المشاعر، وذلك ابتداء من 3300 دينار. عمرة رفاهة بفندق رويال ماجستيك وبفندق إلافتيبا ابتداء من 3100 دينار. وجديد مع ليبرتا، عمرة رفاهة جيم بفندق جراندي مكة وفندق إلافتيبا، وذلك ابتداء من 2600 دينار. وحصريا ليبرتا توفر لك سفرة مباشرة إلى مكة المكرمة من 20 رمضان لخمسة شوال. باش تحجز ولا عندك سؤال، اطلبنا على رقم 71 90 56 56. ليبرتا فوياج، حجاجنا ومعتمرينا في مم عينينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حجاجنا ومعتمرينا في مم عينينا، هذا هو شعارنا في شركة ليبرتا الأسفار والسياحة، وإحنا تو الحمد لله تواصل معكم في رمضان المبارك، وهذا تو في الأسبوع الثاني معكم، والحمد لله رب إن شاء الله يكرمنا وتصير الفايدة، ويكون البرنامج هذا فيه عطاء على القليلة، يعني عطاء الإضافة للناس اللي مش تقصد ربي للعمرة أو للحج. هذا هو مبتغانا احنا في شركة ليبرتا الأسفار والسياحة، هو في اتجاه المشروع متاعنا اللي احنا اطلقناه من مدة، هو مشروع أفضل خدمات على الإطلاق في تونس، وإن شاء الله تكون إفادة طيبة لشركتنا والمعتمرين اللي معانا أو للشركات الثانية وكل معتمرين تونس والأمة الإسلامية قاطبة بإذن الله. فاحنا توا في الحلقة هذه نعمل ربط مع الحلقة الفارتة اللي هي حكينا فيها، احنا وصلنا للمملكة العربية السعودية وجينا للمطار المدينة المنورة أو مطار جدة، مطار الحجيج بجدة، وانطلقنا من مطار الحجيج إلى مكة المكرمة، ومن المدينة المنورة انطلقنا إلى الفندق، وعملنا تشيكين كما يقولوا، معناها خذينا الغرف متاعنا وفسرنا كيفاش راهو الباجاج متاعنا مضمون، الواحد لازم يصبر عليه توا يجيه، ما يقعدش يعني يقوم معناها باشياء اللي هي متوفره يتقلق نفسه عليها، هذا كله ما نحتاجوهش، احنا في راحتنا ناخذ غرفتنا حسب البرمجه المجدوله الموجوده، حسب عقدك اللي عندك، حسب الفندق اللي موجود، تاخذ حقك وتاخذ غرفتك بما يرضي الله عز وجل، وانت تسكن عن نفسك وتلتزم كذلك بالاوقات اللي مش يقولها لك المشرف اللي معك في الرحله هذيك. احنا اهم حاجه عندنا انه هو يكون عنده الباج، ويكون هو الراجل والمراه خاصه اللي ما هوش، فما ناس تمشي عمرها ما سافرت مثلا، ولا ما يعرفش يقرا، ما يعرفش معناها حتى اول مره يشوف مكان، وهو ما شاء الله تبارك الله يعني الروحانيه وحدها فقط تاثر على الانسان، فما بالك انه هو ماشي المكان يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني فماشي واحد يهبط في المطار المدينه المنوره مثلا ويشوف هو هبط باش يشوف جبل احد، معناها اللي هو جبل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جبل نحبه هو يحبنا، معناها الانسان سبحان الله معناها مش اثر كبير جدا، او هو مثلا هبط في مطار جده باتجاه مكه مع الدعاء الموجود في 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 الحافله، ومع الانسان المرشد اللي معاه مش يبين له يعني انه هو قصد بيتربي وداخل، معناها اول مره في حياته يمكن شيلها ولا حتى قد ما يمشي لها، ديما الانسان متعلق بيتربي، فهو معناه دون ديزيموسيون معناه خاصه جدا، فهو احنا ماذا بينا يكون يتمتع بالديزيموسيون هذوما، وما يخليش حوايج ترتيبيه تنظيميه متوفره من عند الشركات، مثلا شركه ليبرتا الاسفار والسياحه، ونتوقع كذلك متوفره من اكثر شركات العمره في تونس، فهذايا يخلي روحه هو معناها أليز، ما يقعدش متوتر ولا ما يقعدش معناها على أعصابه، هذاك أعصابه والتوتر خليناه في الخدمة ولا خليناه في المشاغل اليومية بتاعنا، احنا ماشيين في سفرة باش نرتاحوا باش ناخذوا زاد
الروحاني الكبير باش نتمتعوا بالصلاة في المسجد النبوي الشريف أو في مكة المكرمة ونقوموا بالنسك متاعنا وبالطواف وبالنسك العمرة. هذا هو الهدف متاعنا. فإحنا توا مش مشيوا بعد ما حكينا على الأمور الترتيبية والتنظيمية واللي إحنا انتظمنا مع المجموعة ودخلنا في المجموعة وسكننا ومرتاحين. إحنا توا مش نمشيوا باش ما نضيعوش. قلنا راهو كي تمشي من المسجد للفندق لازمك تعرف المسافة ذيك وتعرف أنت الطريقة اللي مش تاخذه ورقم الباب اللي أنت في المدينة المنورة. مثلا احنا أرقام 16 و15 معروفة ومنظمين ما شاء الله تبارك الله بالقدي معناها سهلة العملية. لكن إنسان لازم ولكن يكون عنده ملاحظة طيبة ويكون يمتثل للبرامج الموجودة باش يقعد ملتزم فيها ما يصيرش لخبطة في المجموعة كاملة وهو يكون كذلك في أحسن الظروف يلتزم بك البادجن ديما معاه. وإذا كان نساحنا كالحجاب نعطيهولها وكالساك متاحها والراجل اللي عنده كالكاسكيت باش يبدأ هو ديما إيدونتيفيابل وديما معناها كمعروف وقاعد في المجموعة. هذا يساعد على التنظيم. خلطنا وعرفنا ومشينا وجينا عرفنا بقوتنا إيش مش نعمله سيتي. احنا جايين راهو باش نقوموا بالعبادة متاعنا، راهو باش نصليوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وباش نزوروا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذايا احنا بالنسبة للنساء نعطيهم موعد، لأنه زيارة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تفتح في برمجة معينة إثر صلاة بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر. يعني هذايا يعني حسب الجدولة متاع المسجد النبوي الشريف. احنا عندنا مشرفات على النساء في الإطار البشري اللي نوفروه متواجد عندنا. هذايا هو نساء باش يدخل مع النساء، نعطيهم موعد احنا باش نجمعوا النساء الكل وندخلوا معاهم. لكن احنا كي باش ندخلوا باش نشوفوا دي كومبورتمون اخرين، باش نشوفوا عباد تمشي تقوم ببدع غريبه. يعني تخيل انت ناس تمشي تمسح على المقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبدا معناها كل واحده وتدز ومعناها فيها حوايج مش تشوفها غريبه. انت ما تتبعش الحوايج الخايبه، مش تتبع كاين الحوايج الطيبه. والمشرفه اللي باش تقول لك عليه باش تمشي فيه، انت باش تمشي باش تقوم بالصلاه فين؟ في الروضه الشريفه. والمكان متاع الروضة الشريفة معروف، هو محدد بزربية خضراء اللون، زرابي كلها حمراء اللون. المكان اللي في الروضة الشريفة يا رب يا رب يا رب يكرمنا وإياكم بالصلاة في الروضة الشريفة يا رب العالمين. هذه يعني أمنية كل مسلم، ربي إن شاء الله ييسرها لكل معتمر ومعتمرة وكل معناها منواها يا رب يا كريم. فإحنا مش مشيو نلتزموا بالحسب الترتيب الموجود في داخل المسجد النبوي الشريف بالأوقات وبالصفوف الموجودة، لأنه هما ما شاء الله تبارك الله يعني ضغط كبير. فهما يعني في الترتيب متاع المسجد النبوي الشريف يعطيوا يسمحوا للجنسيات، كل جنسية منين تدخل، كيفاش التسريع معناها كيفاش المجموعات تتعدى. أنت بالراحة اللي دزك خلي يتعدى، ما تقعدش تدز معاه، بالعكس خذ أنت أجرك. هذا هو اللي ننصحوا به، ما هذا الازدحام هذا هو راه متواجد، لكن انت بالراحه هو سبق خليه تمشي على نفسه. ثم تو تشوفوا عجائب وغرايب، تشوفوهم عجائب وغرايب، فهمتني؟ فما عباد تمشي غالب باش تدعي بغيرها. شو انت ماشي باش تدعي؟ تدعي ربي باش يصلح بالك ولا تدعي بجارتك عملت لك؟ هذا مثلا بالحوايج اللي معناها معناها تشوفها غريبه ما تتبعهاش انت، ولا تمشي كل حد معناها اللي يهز في يده حاجه واللي يحب يمسح في يده طرف شليقه يمسحها، ولا هذا الشليقه هي لا تنفع للضر. النافع والضار هو المولى عز وجل، انت باش تدعيه، والمكان هذاك باش تدعي المولى عز وجل. والتوسل لله عز وجل مش معناها تدعي تقولش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول يا الله، تقول يا الله، تقبل القبلة وتقول يا الله، ما تقولش يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك سيد محمد. فهذا هما نصائح يقولهم لكم المشرف اللي معاكم. واحنا هذا يعني يهمنا ياسر باش الانسان اعماله معناها اعماله تكون كلها معناها خالصه لوجه الله وتكون معناها مقبوله باذن الله، وما تكونش فيها معناها بدع وما تكونش فيها معناها امور ما هيش من سنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشهيه طيبه، وإلى اللقاء غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك الله.
باش تطمن على العزيز عليك، ليبرتا فوياج توفر لك افضل الخدمات على الاطلاق في تونس. خطوط جوية مريحة، طاقم طبي، مشرفين ثقات لأداء مناسك الحج والعمرة على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سكن راقي مميز بالقرب من الحرمين الشريفين. ليبرتا، خدمات مميزة وعروض متنوعة، عمرة رفاهة توفر لك إقامة 7 ليالي بنزل موفنبيك أنوار المدينة، ونزل إلى في المشاعر، وذلك ابتداء من 3300 دينار. عمرة رفاهة بفندق رويال ماجستيك وبفندق إلافتيبا ابتداء من 3100 دينار. وجديد مع ليبرتا، عمرة رفاهة جيم بفندق جراندي مكة وفندق إلافتيبا، وذلك ابتداء من 2600 دينار. وحصريا ليبرتا توفر لك سفرة مباشرة إلى مكة المكرمة من 20 رمضان لخمسة شوال. باش تحجز ولا عندك سؤال، اطلبنا على رقم 71 90 56 56. ليبرتا فوياج، حجاجنا ومعتمرينا في مم عينينا.